أنا سيف المصري استشاري عقاري لشركة ريل سبيس. النهاردة هتكلم معاكم عن شركة كراد. خليني اتكلم عن شركة كراد ان هي احدى اكبر الشركات الموجودة في مصر حاليا في الماركت. هي شركة متأسسة اوريدي في السعودية تحت اسم ABC سنة 1982، واحدى فروع الشركة ايضا في مصر الشركة المصرية الدولية اللي تأسست 1997، وشركة مشروعات عديدة جدا موجودة داخل مصر. هتكلم النهاردة عن شركة كراد اللي هي اطلقت مشروع ايفر الموجود في على محور 26 يوليو اللي هو موجود في اكتوبر جنب مول العرب دايركت، وقدام مستشفى دار الفؤاد وجامعة مصر دايركت على طول. فهنتكلم على اللوكيشن ممتاز وشغال اوريدي وحيوي. المشروع مساحته 40 فدان مقسومة ما بين حاجتين، هم مكاتب إدارية وعيادات، وجزء كوميرشل ده عبارة عن جي بلس 9 أو 9 أدوار، و20 في الفدان كمان هم جيتد كومباوند متشطب بالكامل من تصميم هاني سعد، وطبعا كلنا عارفين تصميمات هاني سعد بشكلها عامل إزاي. ويحتوي المشروع على أيضا نادي اجتماعي أو كلاب هاوس وسبا، في باركينج طبعا تحت كل بيلدينج. مساحات الشقق بتبدأ معايا من 158 متر الغرفتين و 186 متر للثلاث غرف. بنظام سداد بيبدا من اول 10% على 8 سنين اقساط. لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن المشروع او تبادر بالحجز معايا في المشروع تقدر تكلمني على الرقم الموجود اسفل الشاشه، او لو حابب تعرف عننا كشركه ريل سبيس بشكل عام هتلاقي لينكات صفحاتنا موجوده في الديسكربشن. شكرا.